هلو everybody، فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا كالعادة وحشتوني جدا جدا. النهاردة أنا الموضوع بتاعي خاص بالطلاب اللي لسه متخرجين من ثانوية عامة، واللي متخرجين من ثانوي سياحة وفنادق، وأي حد أصلا عايز يدخل مجال السياحة أو يجتاز اختبارات الإرشاد السياحي. طيب سريعا كده، احنا عندنا آداب قسم تاريخ، آداب قسم آثار كلية الآثار، آداب قسم إرشاد سياحي إنجليش وفرنش، وعندنا كلية سياحة وفنادق، ودي أهمهم أو دي اللي أنا هتكلم عنها النهاردة لأن أنا مديتهاش حقها. طيب إيه هي أصلا كلية سياحة وفنادق، أو إزاي إن أنا ممكن ألتحق بالكلية دي؟ إحنا عندنا هنا شروطها بسيطة جدا جدا، مش مطلوب منك مجموع كبير في الثانوية العامة، يعني بتبدأ من 50%، وكل سنة طبعا بتختلف عن اللي قبلها. طيب إيه شروط الالتحاق بيها؟ مفيش أي شروط غير إنه بيتم انترفيو، المفروض انك انت بتجتازه زي مقابلة كده، بيقولك فيها introduce yourself، يكلمني عنك، وطبعا المقابلة بتكون بسيطة وبدائية جدا جدا. طيب هي بتقعد قد ايه؟ مدتها 4 سنين زي اي كلية. بتتخرج منها بتبقى معاك، تقدر انك انت تحصل على ترخيص من وزارة السياحة، وتقدر انك انت تشتغل as a tour guide او كمرشد سياحي. طبعا هي مميزاتها كتير جدا بالنسبة لمجموعها وبالنسبة كمان لتخرجها. طيب خلال ال4 سنين بتدرس ايه؟ بتبقى الدراسة كلها بالانجلش، بتدرس اثار مصر القديمة، بتدرس يوناني، بتدرس روماني، بتدرس كل حاجة، بتدرس اسلامي، كل حاجة ليها علاقة بالسياحة في بلدك عموما. فطبعا هي ليها مميزات كتير جدا بالنسبة لانها كلية مجموعها الى حد ما قليل، لكن لازم يكون الانجليش بتاعك كويس جدا او عموما بتحب اللغات، علشان بعد كده لما تبقى تور جايد تعرف انك انت تطور من نفسك. اعرف اخد كذا مادة، اعرف ان انا اخد كذا لغة اتكلم بيها مع الاجانب او مع اي حد جاي لي من بره مصر. فطبعا هي بتبقى مسؤولية كبيرة، ولازم انك انت تبقى حابب المجال علشان تدخل فيه، لان برضو علشان تمشي في التراخيص وفي الاجراءات الموضوع مش سهل خالص، لانك كده كده هيختبروك، كده كده هتمر بحاجات كتير هتبين اذا كنت انت قادر على ده ولا لا. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، لازم يكون الانجليش بتاعك كويس، لانه اصلا الشرح بتاع ال4 سنين هيكون كله ان انجليش. يعني انت بتاخد مواد كتير جدا، وبتتكلم عن اثار مصر كلها وكل التماثيل وكل حاجة موجودة في مصر بتتكلم عنها ان انجليش، فانت لازم تبقى داخل اصلا حابب الانجليش وحابب المجال علشان تعرف انك انت تمشي فيه. طيب انا كخريج سياحة وفنادق في الثانوية، يعني في ناس بتدخل ثانوي سياحة وفنادق، الشروط الوحيدة الموجودة في السياحة وفنادق هي انها مش بتقبل عدد طلاب كتير. يعني مثلا عندنا في القاهرة، واللي برضو يعتبر مش القاهرة، الكلية الوحيدة الموجودة هي سياحة وفنادق حلوان، فهي نادرة جدا. ممكن مثلا في كل محافظة او في كل محافظتين تلاقوا مثلا كلية واحدة سياحة وفنادق. طبعا ده كلية، انا بتكلم في الكليات، انا لسه هاجي للمعاهد دلوقتي. وطبعا الأولوية بيكون للي أساسا كانوا في الثانوية سياحة وفنادق. يعني في ناس مش بتدخل ثانوية عامة، بتدخل ثانوية سياحة وفنادق، بيدرسوا لمدة من 3 لـ5 سنين كده، وبتبدأ بعد كده انك انت تعمل معادلة لمدة سنة، وبعد كده بتدخل الكلية. يبقى كده ايه الفرق ما بين ثانوي سياحة وفنادق وثانوي عام؟ سياحة وفنادق لازم انك انت تعمل سنة دبلومة وبعد كده بتلتحق بالكلية ال4 سنين، لكن ثانوية عامة بيدخلوا الكلية على طول بالمجموع بتاعهم. طيب نيجي بقى لموضوع الكلية نفسه، امتى اعمل معادلة؟ ناس كتير جدا بتقف بسبب موضوع المعادلة، لا انا مش هدخل، لا انا مش هضيع 5 سنين سياحة وفنادق بتضيع سنوات العمر. مفيش الكلام ده، انت بتدخل ال4 سنين بتوعك هم. امتى حد ممكن ان هو يحتاج ان هو يعمل معادلة؟ يعني انا عايز اقول لكم اصلا انه الاولوية اللي بتوع سياحة وفنادق، انتوا عندكم اصلا كل التأهيلات بتاعت ال4 سنين في الاخر ان كنتوا تبقوا مرشد سياحي. يعني هما بيأهلوكوا 4 سنين علشان تبقوا مرشدين سياحيين، فدي الميزة فيها. هتيجوا بعد ال4 سنين، عايزة اقول لكم انه الوزارة واختباراتها كلها وكل التراخيص اللي هتطلعوها والحاجات دي كلها بتبقى اصلا في كلية سياحة وفنادق حلوان. اي حد عامل دبلومة، عامل متخرج من مؤهل عادي، عايز يبقى مرشد سياحي بيروح هناك اصلا، فانتوا الاساس، فبيبقى ليكوا الأولوية وبيبقى ليكوا مستقبل كويس جدا، فلازم ان كنتوا تستغلوه صح. وبجد بجد يا بخت اللي يفكر التفكير ده، او اللي يكون اصلا ميوله عموما في السياحة. احنا بنتكلم في حاجة بوزيشن بس للي عايز يوصل او اللي عنده استعداد ان هو يوصل.
طيب نيجي بعد كده بقى المعهد السياحة والفنادق. احنا كده اتكلمنا عن كلية سياحة وفنادق، نيجي المعهد سياحة وفنادق. معهد سياحة وفنادق لازم ان هو يعمل ايه؟ الدبلومة، هيعمل دبلومة سنة. ده الفرق ما بينه وما بين الكلية، لازم تعمل دبلومة سنة وبعد كده بتلتحق بالتراخيص وبالاختبارات وبتأهل نفسك انك انت تبقى تور جايد. طيب مين اصلا اللي يقدر او اللي معاه التأهيلات اللي تخليه يبقى مرشد سياحي؟ عندنا لو انت خريج ألسن، عندنا ألسن اي لغة انت بتدرسها تقدر انك انت تشتغل بيها as a tour guide، تقدر انك انت تعمل دبلومة سنة وتقدر بعد كده انك انت تمشي في التراخيص وتمشي في الاجراءات المطلوبة. يبقى كده دي اول حاجة. تاني حاجة عندنا طلبة اداب، عندنا اداب في قسم تاريخ، تقدر انك انت تعمل دبلومة وانك انت تلتحق بالوزارة او تبقى عضو في وزارة السياحة. عندنا بقى في اداب برضو قسم اثار وقسم ارشاد سياحي انجليش، الاتنين دول مش بيحتاجوا دبلومة وبيكون ليهم الاولوية كمان ان هم يلتحقوا بالتراخيص. وعندنا كمان كلية الاثار، طبعا دي اللي ليها الاولوية الكبرى انها تشتغل في المجال. فكده انا قلت كل حاجة وايه اللي ممكن ياخد دبلومة وايه اللي مش محتاج دبلومة. مفيش حاجة اسمها ان انت محتاج دبلومة علشان انت خريج سياحة وفنادق، مفيش الكلام ده، هي الفكرة كلها في المجهود. طيب هل الموضوع سهل؟ الإجابة لا، it's not easy. ليه بقى؟ لأنه أنت بتحتاج مجهود، أنت داخل position حلو، داخل حاجة كويسة، فلازم علشان توصل لحاجة كويسة أو position كويس عموما في أي بلد في الدنيا في أي مكان لازم أنك أنت تسعى شوية وتعمل شوية مجهود. طيب إيه المجهود اللي احنا هنحتاجه؟ يعني أنا دلوقتي طالب لسه خارج من ثانوية عامة طازة وعايز أن أنا أكون مرشد سياحي أو ألتحق بالكلية دي، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ تبقى داخل الكليه عارف انه مفيش حاجه اسمها انا هنجح وخلاص، اي معلومه انت بتاخدها بعد ما تتخرج هتتسال فيها. وعايزه اقول لكم على حاجه، انه المنهج عموما في مجال الارشاد السياحي او في السياحه عموما انت بتاخد حاجات هتنفعك ليه بعدين لحد ما تشتغل، مش حاجه اللي هو ثانويه وخلاص. يعني في كليات كتير عملي بيكون بالنسبه لها الموضوع معظم الحاجات اللي هم بيدرسوها في الكليه مش زي العملي قوي، لان طبعا السوق غير المذاكرة. فالميزة عندك في المجال انه انت لأ، انا الحاجات اللي انا بدرسها اي معلومة هاخدها عن الهرم، اي معلومة هاخدها عن الملك الفلاني، كده كده انا هشرحها بعدين. فانت تذاكر من اول سنة، لازم السنين كلها تاخدها بشكل كويس، لازم انك انت يكون عندك ثقة في نفسك، بتعرف تتكلم، بتعرف تقدم نفسك، بتعرف تشرح للي قدامك. ليه بقى؟ لانه خلال الاربع سنين كلهم بتوع الكلية هيبقى في امتحان اورال، الاورال ده هتقف قدام الدكتور هيجيب لك قطعة اثرية وانت هتشرحها بالانجليش، فلازم يبقى انت عندك الثقة الكافية او الدراية الكافية بالشرح. لازم انك انت يبقى عندك شغف انك انت لا انا ممكن اقرا الكلام الهيروغليفي اللي على القطعه الاثريه، عندي استعداد اتعلم لغه هيروغليفيه، عندي استعداد انزل دورات تدريبيه فتره الكليه. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في المجال اصلا انك انت تنزل على قد ما تقدر اماكن اثريه. طبعا قبل كورونا كان الموضوع ده منتشر جدا، كانت الكليه نفسها هي اللي بتنظم رحلات وهي اللي بتنظم تدريبات وهي اللي بتنظم كل حاجه. فبعد كده الموضوع ابتدى ان هو يقل وابتدى كل واحد ياخد مجال مع نفسه وابتدى كل واحد ياخد طريق، ان انا هاخد مثلا مع دكتور كذا علشان هو مشهور، انا هاخد مع دكتور كذا علشان معروف. فالحاجات دي كلها انتشرت الفتره الاخيره. لكن هتسالوني هل التدريبات مهمه؟ طبعا مهمه جدا، لان اي معلومه انت بتاخدها او اي قطعه اثريه بتدرس عنها لما بتشوفها على الحقيقه بتختلف معاك كتير جدا، بتختلف في التفاصيل، بتختلف في ثبات المعلومه، بتختلف في شغفك للقطعه، بتختلف في ان هي تثبت، بتختلف انك شفت القطعة دي من قدام لا ده هي احلى في الحقيقة، اعجابك بيها بيزيد، فثبتها في دماغك بيزيد، حاجات كتيرة قوي مهما قريت من الكتاب بيكون مش زي طبعا الحقيقة. طيب ده بالنسبة للتدريبات. طيب نيجي بقى لماديا. عايزة برضو انصحكم نصيحة، انه ما تنزلوش مع اي حد عامل الموضوع تجاري، اللي هو يا جماعة هتنزلوا مع المرشد الفلاني هو مرشد زيه زيكم واخد ترخيص، هتنزلوا معاه هيدربكم وهديكم شهادة معتمدة والشهادة دي مختومة، او تروحوا مثلا لشركة تدريب وتقولوا لهم انا عايز اتدرب لمدة 6 شهور. الكلام ده ممكن يعمله خريج سياحة وفنادق، هو مثلا عايز يشتغل في اوتيل،
عايز يشتغل في مكان عادي، عايز يشتغل في شركة سياحة، عايز يشتغل تور اوبريتور، الحاجات اللي هي التقليدية اللي مش محتاجة انك انت يكون معاك ترخيص اصلا. فالحاجات دي كلها ممكن انها تستاهل منك انك انت تاخد شهادة وتروح تدفع فيها 1000 جنيه، وتروح تدفع فيها 700 جنيه و600 جنيه اللي هو حاجات كده. لا، انت هتنزل تدريب، هتنزل مع دكتور انت عارفه، ومش لازم انك انت تاخد شهادة. لما بتيجي بعد كده تقول انا نزلت مع دكتور فلان جايد، او نزلت معاه ارشاد، او نزلت معاه تدريب، لا معلش، هو الدكتور معروف، الدكاترة كلهم معروفين، الدكاترة اصلا محدودين في المجال، فانت مش مضطر انك انت تثبت لحد علشان يصدقك بشهادة. اساسا بعد ما تاخد الترخيص ان شاء الله، او مثلا تبقى عضو في الوزارة او عضو في النقابة زي ما انا قلت، مفيش حد هيحتاج منك من الشركات انك انت تثبت في السي في انك انت معاك شهادات. ليه؟ لانك انت اساسا معاك الترخيص اللي بيثبت انك انت مؤهل للشغلانة، فانت دخلت اوريدي اختبارات قدام عمالقة للمجال، فانت مش محتاج شهادة تثبت بيها شغلك بعدين. فدي احسن حاجة في المجال. فانت كطالب اوعي يضحك عليك في الجامعة، تعالوا ننزل ارشاد، تعالوا اصل هيدينا شهادة، لا. لكن لو لقيت دكتور بيقول انت هتدفع حق مواصلاتك ورايحين الحتة الفلانية، ده. وبرده لو اي دكتور معروف وانت بحثت عنه وعملت عنه سيرش، حتى لو هو مش في الكلية بتاعتك، ولقيته ان هو الدكتور وموجود في المجال وطالب سعر رمزي 100 200، لا وافقوا وروحوا يا جماعة. لكن هتروحوا بقى لشركة، انا مش عايز اذكر اسماء شركات، شركة مش عارف ايه وايه وايه، وكلها اسماء هيروغليفية وتهويل الموضوع وتحسسك انك انت قد ايه مرشد، كل الكلام ده هترمي في الزبالة. ولا في اي شركة من الشركات اصلا هتبص له، الشركة هتبص للانترفيو اللي انت هتعمله، هتبص للترخيص بتاعك، لان انت كمرشد ما ينفعش انك انت تنزل من غير ترخيص دولي، لانك هتتعاقب انت والشركة وبتتحبس، فالموضوع مش سهل، فانت لازم يكون معاك ترخيص as a tour guide. طيب ايه ميزة بقى الشغل في المجال؟ انا كده اتكلمت عن كل حاجة. ميزة الشغل في المجال هو انك انت بتكون فريلانسر. يعني ايه فريلانسر؟ يعني انت مش محتاج انك انت تشتغل في شركة واحدة، لا، انت ممكن تشتغل في 10 شركات في نفس الوقت، ومحدش يقدر يقولك اصل انت بتعمل ايه، اصل انت تبع شركة واحدة، انت مش تبع حد، انت تبع نفسك. انت اي تور بتاخدها او اي جروب بتشرح له، انت كده كده الشركة دي هتكلمك وتقولك في فوق مثلا عايزينك تطلع معاه، الشركة الكذا التانية هتكلمك اصل احنا عندنا يوم كذا. فانت الموضوع بسيط وسهل ومجالاته كتير وفلوسه كتير، وخصوصا لو انت معاك لغة نادرة زي البرتغالي زي الصيني، اللغات اللي هي مش موجود منها مرشدين كتير، ولكن بينزلها ناس كتير لمصر بيبقوا محتاجين تور جايد يشرح لهم بالطريقة اللي تناسبهم. وعلى فكرة انا مش خريجة سياحة وفنادق، بس فعلا فعلا انا شايفة ان هم اكتر فئة بيتعلموا المجال صح. الدكاترة بتوعهم شداد جدا، المعلومات بتاعتهم قوية، معلوماتهم بجد يعني محددة، وعارفين هما بيقولوا ايه، وفعلا فعلا بيكونوا كواليفايد اكتر من اي كلية تانية، ده بجد، ودي شهادة انا شهدها لهم مع ان هي مش كليتي، بس فعلا فعلا انتوا اساسا ليكوا الاولوية الكبرى كمان. فانا كده خلصت الفيديو، ولو عندكم اي سؤال كطلاب او كخارجين اسألوني وانا هجاوبكم في الكومنتس. وبجد التجربة جميلة جدا وتستاهل المغامرة وتستاهل المجهود، اتعبوا انتوا بس وانتوا هتلاقوا، لان المجال فعلا مش معروف ومش واخد حقه. وعايزة اقول لكم انه السياحة الفترة الجاية هتكون في حتة تانية خالص، فنستغل ده صح، ونستغل فترة الكلية صح. وليه طلاب ثانوية عامة لو جبتوا اي مجموعة تقدروا ان كنتوا ان شاء الله تحققوا نفسكم في المستقبل، المهم بس ان احنا نذاكر كويس ونعتمد على نفسنا. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وبحبكم جدا، باي باي.